هاي الأحداث السياسية اللي حدثت مؤخراً أكيد أثرت بشكل مباشر من ناحية اللجوء للأردن، وأيضاً اقتصادياً كان في لها تأثير جداً كبير. بعتقد أنه كان في هناك تقليل لفرص العمل للمرأة الأردنية، لأنه كان في فرص كانت تذهب لبعض اللاجئين، ممكن تكون بسبب أنه يعني تدني الأجور للاجئين. هذا الأمر بالأخير يعني أثر اقتصاديا على وضع المرأة الأردني. إذا بنحكي عن الأوضاع اللي قاعدين بنشوفها وتحديدا اللي حصلت في الفترة الأخيرة، فهي أثرت بشكل كبير على نفسية جميع النساء. كمان هذا الموضوع عمل عنا توتر وقلق من المستقبل، هل نحن قادرين على إنشاء مشاريع أو مبادرات وتكملتها، أم إنه مثلا هناك في خطورة، أو في مثلا صار في عنا ضبابية في المستقبل إنه هل سوف ننجح، أو ممكن يكون في يعني مثلا المستقبل لسه مو واضح أمامنا في ظل هاي الصراعات السياسية اللي عم بتصير حوالينا. مبادرتنا يعني تحديدا بتحكي عن العنف النفسي الواقع على المرأة، فأي شيء يتعلق بنفسية المرأة في حالتها النفسية هو كله بتعلق بمبادرتنا. أكيد رح نشتغل على هذا الموضوع من ناحية إنه إحنا نوعي المرأة أكثر بموضوع صحتها النفسية، وأنه أي تصرف يضر فيها من صاحب العمل، من الرجل، من الأسرة، هو يؤثر على نفسيتها، فبالتالي هذا يعتبر عنف نفسي. يجب إنها المرأة تكون عارفة إنها بتتعرض لهذا الإشي، راح نوعيها أكتر ونعمل أيضا على إنه يكون في تجريم للعنف النفسي الواقع على النساء.